حضرتك ما شاء الله من رموز النادي الاهلي، عاصرت جيلين كبار، الجيل الكبير اللي حضرتك يعني تفضلت وقلت اسمائهم، وجيل التلامذه. حضرتك ما شاء الله في مجال الصحافه والاعلام الرياضي فترات طويله. طب ما تقول لنا مبادئ النادي الاهلي، يعني مواقف حصلت للكابتن عصام عبد المنعم شافها وعاصرها وعاشها، علشان نقول للاجيال اللي جايه مبادئ النادي الاهلي. يعني هو مبادئ النادي الاهلي لما تكون مثلا انت ايوه علشان المنافس بتاعك، انا مش هقول مش هقول الاسماء يعني، ماشي، لما يكون المنافس بتاعك هيستفيد من ان انت تكسب فرقه مثلا وانت عايز تضره بقى فما تكسبش. النادي الاهلي ما عملش كده، ان انا افوت مباراه علشان اضر المنافس بتاعي ابدا. يعني هي المساله الـ يعني المبادئ اللي قالوا لنا عليها زمان احنا ما عصرناهوش، مبادئ مختار التتش. ايوه يعني هي مساله انه الرياضه بتسمو بالاخلاق فعلا. معانا النهارده طبعا اتنين مشرفينا في النادي الاهلي، نجوم المحله الكبار، الكابتن حنفي والكابتن عبد الستار، منورينا في النادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. ربنا يخليك كابتن اسامه. قول لي يا كابتن حنفي بقى، اتفضل. الحلقه بتاعتك عجبتك؟ انت اللي عجبتني. جميله والله، ممتازه جدا، اخراج وانت كله تمام الحمد لله. الله يخليك كابتن عبد الستار. يعني قول لي بقى، النهارده التجمع الكبير وكل نجوم الانديه، اهلي وزمالك ومحله ومنصوره واسماعيلي، شايف التجمع الحلو ده ازاي، خاصة كمان في النادي الاهلي؟ والله يا كابتن اسامة بامانة، واحنا صايمين يعني حلم من احلامي الخاصة ان ازاي نجمع الاجيال بتاعتنا القديمة ونقعد مع بعض، جيل الستينات اللي قبلنا وجيل السبعينات بتاعنا. وده حاجة، واحنا بنتكلم معظمنا بنتكلم بالتليفونات. يمكن اللي عنده بس ظروف صحية، اللي عنده كذا، اللي عنده التليفون هو الوحيد، الصلة الوحيدة. لكن بنتقابل مع بعض كلنا في ظروف معينة، مع كابتن بدير منصورة، مع كابتن سطوحي، مع حبايبنا وجيراننا وقريبين مننا. يعني النهارده كابتن حنفي برضو موجود، الكابتن محمود الخطيب هيكون في استقبال الناس كلها النهارده. طبعا ده كابتن محمود الخطيب ده الأسطورة بتاع جيلنا والأجيال كلها، وبعدين شخص يعني لكل المصريين، يعني مش للنادي الاهلي بس. كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. كابتن علي خليل نجم الزمالك الكبير، اولا انت منور النادي الاهلي. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بوجودي في النادي الاهلي. طبعا اخر مره دخلت النادي الاهلي كان امتى؟ انا دخلت النادي الاهلي مرتين في حياتي، ودي ثالث مره. اول مره دخلت حضرت ماتش كان النادي الاهلي بيلعب فرقه تقريبا اجنبيه في الملعب دوت، ملعب تيتش، ملعب مختار التيتش، هنروحه بعد شويه دلوقتي. واللي لفت نظري قوي كان في لعيب بقى بيلعب ناحيه اليمين اسمه كابتن ابراهيم عبد الصمد. لعيب كبير. ده كان بيعمل حركه فضل يعملها في اللعيب المدافع اللي قدامه جه 20 مره يعدي منه. اخر ما زي المدافع راح ضربه وطلعه بره الملعب هو والكوره. تاني مره في النادي، ربنا يخليك، تاني مره جينا لعبت مع معهد التعاون. كنت هناك بدرس هناك طبعا، ولعبنا ضد النادي الاهلي، ولكن الشيء الجميل ان جمهور الاهلي استقبلني استقبال عظيم بصراحه، شجعوني تشجيع. وطول عمر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ناس ملتزمه وناس محترمه. انت محبوب من كل جماهير مصر. ربنا يخليك. قول لي بقى، الحلقه عجبتك؟ الحلقه جميله جدا طبعا. انت عشان نجم كبير جميل. الحمد لله، حتى كتير من الناس كلموني على الحلقه ومبسوطين بيها قوي. طب الحمد لله. الحمد لله. النهارده بقى في تجمع كبير، النجوم القدامى كلها من كل الانديه موجودين النهارده في حضور الكابتن محمود الخطيب بقى. كان ليك كلمة في البرنامج، انت بتقول كابتن محمود الخطيب كان حبيبي وصاحبي، وكنا على طول بنقعد مع بعض في الأوضة في المعسكر بتاع المنتخب.
كابتن محمود الخطيب اول ما جه حضر المنتخب كانوا عاملين معسكر في المحله والكابتن جندي كان هو المدرب وجاب الكابتن محمود الخطيب اتمرن معانا وبعد كده جينا نلعب اول مباراه كانت في يعني حاجه جميله قوي حصلت كابتن محمود الخطيب كان بيلبس نمره 10 وانا بلبس رقم 10 فحسيت ان ايه يعني هو عاوز يلبس 10 فتنزلت له عن الفانيلا وانا لبست رقم 20 فكانت يعني حاجه جميله يوميها يعني قول لي بقى النهارده والتجمع كل الأندية. شايف حضرتك التجمع بتاع الأندية كلها ازاي النهاردة برضو؟ طبعا في ناس اللي هم المدربين اللي كانوا لعيبة معنا زمان دلوقتي بقوا مدربين وفي ناس بطلوا طبعا الشغل فأنا سعيد جدا ان انا شفت الناس دي اللي ليا فترة كبيرة ما شفتهمش فكان موقف كان جميل جدا طبعا وانت منورنا كابتن ربنا يخليك كابتن اتفضل يا كابتن كابتن مصطفى رياض نجم الترسانه وهداف مصر التاريخي منور النادي الاهلي ربنا يخليك النادي الاهلي منور باللي فيه السنه الثانيه على التوالي حريصين ان كابتن مصطفى رياض نجم الترسانه يكون معانا في افطار برنامج رد الجميل وانا كنت بستنظر المكالمه وجات المكالمه ده احنا اللي اسعد والله بحضورك من الكابتن حبيبي محمود الخطيب النهارده هيكون موجود معانا على الفطار النهارده قبل حاجه تفرحني هتشوف النهارده نجوم بقى من الاهلي والزمالك والترسانه والاسماعيلي والاتحاد شايف التجمع الحلو ده ازاي؟ في النادي الاهلي كمان يا ريت تحصل كل سنه تحصل ان شاء الله يعني كل سنه وربنا يدينا طول العمر انما دي حاجه ما شفتهاش قبل كده والنادي الاهلي هو صاحب الفكر الحلو ده وان هو بيجمع منتخب مصر فعلا من الاتحاد ومن الاسماعيلي ومن الترسانه ومن الزمالك ومن كله يعني منورنا كابتن كل سنه وحضرتك طيب اتفضل يا كابتن اتفضل